يلا. طب نسمع نادي يلا في حاجه. اتفضل الميكروفون اي حاجه تعجبك. حرمت بيك نعاسي مثلا. يلا مجروح قلبي وقلبك مجروح بتنا لتنين لتنين مدى قصينا مدى قصينا سعفتي وقلتي لي من غردك يا الزينة يا الزينة باب الصبر باب الصبر باب الصبر مازال مفتوح قدر هو قدر الله يلاقينا ويفرج ويفرج علينا علينا بنربط الليل محتار
شد ديار يا ربي توب عليا وابعد عني الغيار. يا ليلي يا ليلي 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 يا الله عليكم بجد بجد بجد. هي فعلا ليلة مغاربية بجد, ليلة حقيقة مغاربية حقيقة. يعني عملناها ما كناش متفاهمين باش نعملوا هذه الغناية. شوف حنا كيفاش يعني تنسيق كان يعني لبس به. عموما تحياتي لكم جميعا وأعزائي المشاهدين, فاصل ونواصل.